إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الموت حق على كل حي، والله حي لا يموت. ولو نجا من الموت أحد من البشر لنجا منه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والموت والقبر أول منازل الآخرة. كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. والمسلم منا لا يدري بما يختم الله عز وجل له به، وخاتمة السوء هي أخشى ما كان يخشاه سلفنا الصالح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه، ويكثر من الدعاء به: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. وكم من المسلمين من انتكس بعد هدايته، ومن ضل بعد استقامته. بكى سفيان الثوري رحمه الله ليلة حتى أصبح، فحدثه طلابه في ذلك فقالوا: كل هذا خوفاً من الذنوب؟ فأخذت ابنة من الأرض فقال: والله الذنوب أهون علي من هذا، وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. والمؤمن عباد الله حال حياته يغلب على نفسه جانب الخوف من سوء الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من خاف أدلج. يشبه عليه الصلاة والسلام خوف المؤمن بالذي يسير في السفر، فمن خاف أدلج، أي سار في أول الليل واشتد سيره لعدم وجود الشمس ولعدم وجود الشغل، فهو يشتد ويسرع في السير. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ولكن إذا اقترب أجل الشخص
وأشرف على الوفاة، فإنه يشرع في حقه أن يغلب جانب الرجاء والشوق إلى الله والطمع في مغفرته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ولقد كان سلفنا الصالح يخافون من سوء الخاتمة خوفاً شديداً. قال سهل التستري رحمه الله: خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطوة وعند كل حركة. وهم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وسوء الخاتمة عباد الله لها أسباب كثيرة، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم. فمن أسباب سوء الخاتمة كثرة التسويف بالتوبة، فنحن نرى الكثيرين من العصاة الذين إذا ما وعظهم أحد أو نصحهم أو خوفهم بالله أقروا بالمعصية وأقروا بالذنب والإساءة، ولكنهم يؤخرون التوبة والإقلاع عن الذنب. يوسوس لهم الشيطان بكلمة سوف. وقد قال السلف الصالح: أكبر جنود إبليس سوف. تجد الرجل يقول: سوف أقلع عن شرب الدخان في رمضان، وسوف أبدأ بالمحافظة على الصلاة في الإجازة، وتسمع المرأة تقول: سوف أرتدي الحجاب بعد أن أحج. بينما يقول إبليس للشاب الذي أسرف على نفسه: لما العجلة؟ والعجلة من الشيطان. عندما تبلغ الخمسين أو الستين تب إلى الله توبة نصوحة، وأكثر من الطاعات والقربات التي تمحو عنك ما فات. أما الآن فأنت في زهرة شبابك، فتمتع بعمرك ولا تشقق على نفسك بالعبادات وبترك السيئات. ولا يدري المسكين أن الموت له بالمرصاد. كم من عبد ألف المعاصي طيلة حياته حتى بلغ الخمسين والستين والسبعين والثمانين، وما استطاع أن يفارق تلك المعاصي حتى مات، فكانت تلك الذنوب سبباً في سوء خاتمته. جاء في صحيح الإمام البخاري أن رجلاً كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى المعارك، وهذا المحارب هذا المجاهد كان من أشد الناس على المشركين، ما يدع شاذة ولا فاذة إلا وأتاها. فأعجب المسلمون بقتاله وشجاعته وبلائه حتى قالوا: والله ما أبلى أحد مثلنا، ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى هذا الرجل. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من أحب أن يرى رجلا من أهل النار فلينظر إلى هذا. فكادت عقول المسلمين أن تطيش وهم يسمعون بشارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنار لهذا المجاهد. فجعل رجل من المسلمين يتتبع حركاته أثناء المعركة ليعرف خبره، فإذا بذلك الرجل يجرح، فلم يصبر على ألم الجراحة فاستعجل الموت وانتحر قاتلا نفسه بسيفه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يعمل إن العبد إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة، وإنه لمن أهل النار. وإن الرجل لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار، وإنه من أهل الجنة.
وإنما الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: إن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، كأن تكون في وجهة عمل سر أو نحو ذلك، يعني من باب الذنوب والخطايا والمعاصي. يقول: فتلك الخصلة السيئة توجب سوء الخاتمة عند الموت. نسأل الله لنا ولكم العافية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: إن سوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، إنما تكون سوء الخاتمة لمن له فساد في الأصل، أو إصرار على الكبائر، أو إقدام على العظائم، فربما غلب عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيأخذه قبل اصطلاح الطوية، فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة، ويختطفه عند تلك الدهشة، والعياذ بالله. فيجب على الصالحين عباد الله خاصة، وعلى جميع المسلمين عامة، أن يكونوا على حذر من هذه الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. تلك الأمور الباطنة التي قد يزين الشيطان للعبد احتقارها، ويزين أعماله الصالحة في نظره، وأنها تكفي لمحو السيئة والخطيئة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ولا تمنن تستكثر، فإن من أعجب بعمله استكثره، وظن أنه يجوز له ما لا يجوز لغيره. وصدق من قال: رب سيئة أدخلت صاحبها الجنة، ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. رب سيئة يفعلها العبد وهي معصية، فيورثه الله عز وجل توبة وندما على ما بدا من حقه وتفريطه في جنب الله، فيجتهد في العبادة ويجتهد في الاستغفار حتى يلقى الله على تلك الحالة، فتدخله تلك السيئة جنات النعيم. ورب حسنة أدخلت صاحبها النار، فهو يقوم بعمرة أو بصدقة أو بعمل صالح، فيزين له الشيطان أن له من الرصيد ما يكفيه أن يقوم ببعض السيئات، والسيئة تجر أختها، والصغيرة تكبر حتى تصبح كبيرة، فيلقى الله وهو على هذه الحالة. ونسأل الله لنا ولكم العافية. سلفنا الصالح كان يخافون من سوء الخاتمة، وهم على ما هم عليه من قيام لليالي، ومن صيام للأيام والنهار، من جهاد في سبيل الله، وبذل للأوقات في تعليم العلم، ودفع الأموال في الصدقات، ومع ذلك يخافون من سوء الخاتمة. فإلى الله المشتكى. ما هي حالنا في هذه الأيام عباد الله؟ انغماس تام في المعاملات الربوية، سندات وصكوك، واقتراض وإقراض، انغماس تام في الذنوب والمعاصي، من تفريط في أداء الصلوات.
من عدم اهتمام بحجاب النساء والفتيات، من استماع للأغاني والمحرمات وحضور الحفلات الموسيقية بلا خوف ولا وجل من الله. ماذا بقي من الإسلام إن لم ننكر المنكر ونأمر بالمعروف؟ أي سوء خاتمة نتحدث عنه ونحن على ما نحن فيه؟ نسأل الله لنا ولكم العافية. فيجب علينا عباد الله الحذر من تلك الأمور الخفية، لأن هذه الآفة الكامنة التي أصابت المقتل عند الاحتضار قد تكون كسلاً عن أداء بعض العبادات كصلاة الفجر والعصر، قد تكون شبهةً في الدين أو طعناً في السنة أو انتقاصاً من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، قد تكون هذه الآفة الكامنة كبراً وعجباً لا ينتبه إليه العبد، يحسبه صغيراً وهو ينمو يوماً بعد يوم، فيتحول ذلك الصغير إلى ماردٍ يرديه قتيلاً والعياذ بالله. قد تكون تهاوناً في بعض المعاصي كالنظر إلى النساء وسماع الأغاني، وكم من شابٍ قضى نحبه وقد منعته تلك الأغاني التي يستمع إليها على مدار الساعة في سيارته وبيته ومكتبه من التلفظ بالشهادة عند وفاته. لا تستهن بأمر الأغاني أبداً، لأن ما غلب على حال الإنسان يغلب عليه عند موته. ولذلك سأل سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. ومن يستطيع أن يموت ولسانه رطب بذكر الله إلا ذاك الذي عاش حياته ولسانه رطب على ذكر الله؟ أما من كان يستمع إلى تلك الأغاني وهذه الأمور المنكرة فوالله سيموت على ما عاش عليه، ونسأل الله لنا ولكم العافية. فاتقوا الله عباد الله، وأصلحوا سرائركم وظواهركم، واخشوا ربكم المطلع عليكم، تأملوا حال من مات قبلكم وعلى ماذا كان موتهم، كونوا على خوفٍ وحذرٍ من سوء الخاتمة، وإياكم أن تأمنوا مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة المطهرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وتوفنا وأنت راضٍ عنا، ونعوذ بوجهك من سوء الخاتمة يا رب العالمين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.